اسألوا قلبي فقلبي ذاب في حبك ربي. اسألوا قلبي فقلبي. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقف النبي صلى الله عليه وسلم مرة فدعا الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء فقال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام. يقول عبد الله بن عمر: فكان أحب الرجلين إلى الله تبارك وتعالى عمر بن الخطاب. ما القصة؟ لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني الناس بشيرا ونذيرا ودعا الناس إلى الله عز وجل وتوحيد الله تبارك وتعالى، أسلم من أسلم وكفر من كفر، وكان ممن وقف في أمام الدعوة معارض لهذا الدين كان سيدنا عمر بن الخطاب ولم يكن أسلم بعد، وكذلك عمرو بن هشام المعروف بأبي جهل، وكانوا من أشد الناس عداوة لهذا الدين وإيذاء للمؤمنين وصدا عن سبيل الله تبارك وتعالى، يعني أذى عظيم جدا. ونظرا للأذى الحادث للصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أو بعض الصحابة أن يتركوا مكة وأن يذهبوا إلى الحبشة لأن فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد. المهم خرج بعض الصحابة إلى هذه الديار، وفي أثناء الخروج تحكي لنا امرأة من الصحابيات اسمها أم عبد الله بنت أبي حسمة أو بنت حسمة. هذه المرأة كانت يعني صالحة طيبة، وكان زوجها أيضا على الدين على الإسلام، وأخذوا بقى يعدوا العدة ويجهزوا الأشياء عشان السفر وعشان الهجرة. وبينما هي تعد العدة وزوجها ذهب يأتي ببعض الأغراض، إذ جاء إليها عمر بن الخطاب فرآها تجمع الأشياء كأنها تسافر، فقال لها: إنه الانطلاق إذن يا أم عبد الله. إنه الانطلاق يعني خلاص هتسيبوا البلد. إنه الانطلاق إذن يا أم عبد الله. قالت: نعم والله لنخرجن في سبيل الله تبارك وتعالى، فلقد آذيتمونا وقهرتمونا حتى نعبد الله تبارك وتعالى. فكان الرد عجيب جدا. عمر الآن عندما يكلمها هذا الكلام لم يكن إلا على الكفر، لم يكن أسلم بعد. فقال لها: صاحبكم الله. سبحان الله، صاحبكم الله. المرأة سمعت الكلمة فآنست منه رقة وحزن لم تره قبل ذلك. فلما جاء زوجها حكيت له، قلت له حصل كذا 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 يعني، وقد رأيت منه حزنا ورقة لم أرها منه قبل ذلك، وقد كان شديد البلاء للمسلمين. فقال لها يعني متهكما، قال: أتطمعين فيه أن يسلم؟ متخيلا أن عمر ده ممكن يسلم يعني؟ والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر. سبحان ربي العظيم. مرت الأيام وبعد 5 سنوات من الصد عن سبيل تبارك وتعالى والكفر بالله عز وجل أسلم عمر، وظل عمرو بن هشام على الكفر حتى قتل يوم بدر وعرف بين المسلمين بفرعون هذه الأمة. الله تبارك وتعالى يقول في محكم التنزيل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الآية مرة تانية: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الضحاك أحد المفسرين المشهورين يقول عن هذه الآية، يقول: نزلت هذه الآية في عمر بن الخطاب وعمر بن هشام، يعني في عمر وفي أبي جهل، كان كلاهما ميت، كان كلاهما ميت، كان جميعا على الكفر. قال تبارك وتعالى: أومن كان ميتا عمر بن الخطاب فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن عمرو بن هشام كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ميتا فأحييناه، هل الإنسان يموت؟ نعم. في الآية الثانية قال تبارك وتعالى عن القرآن وعن قوارع القرآن: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. هو في واحد ممكن يعيش من غير قلب؟ ما إيه معنى كلمة لمن كان له قلب؟
قال قتادة: لمن كان له قلب، أي القلب الحي. القلب الحي. الناس قسمان، حي وميت. نحن نتكلم لا عن حياة الأجساد، إنما نتكلم عن حياة الأرواح. فكما أن القلب إذا مات حسيا يموت الجسد، يقول لك خلاص توقف النبض، القلب عن النبض، خلاص يبقى الإنسان مات. حينئذ نأخذ هذا الجسد ونضعه في التراب، أصبح لا خير فيه، ملوش قيمة، مكانه التراب. طيب، وكذلك هناك شيء آخر، إحنا مركبين يا إخوانا. لما ربنا خلق الإنسان ده خلقه من مادتين، من مادة أرضية اللي هي الطين أو التراب، ومادة علوية اللي هي الروح. طيب، المادة الأرضية دي لما القلب يموت كعضو يموت الجسد، طب والروح؟ حياة هذه الروح في حياة القلب، الحياة الحقيقية. عشان كده إذا مات القلب حقيقة حقيقة ماتت الروح، فيصبح هذا الجسد قبر، يصبح هذا الجسد قبر. قبر الإيه؟ لهذه الروح. يبقى الجسد قبر لهذه الروح لأنها ماتت، ماتت يوم أن مات هذا القلب. الله تبارك وتعالى يقول في محكم التنزيل، واستمع إلى هذه الآيات جيدا، قال: فتوكل على الله إنك على الحق المبين، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا. إنك لا تسمع الموتى، بعدها قال إيه؟ إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا. موتى، قال تبارك وتعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. الناس قسمين بقلوبهم، حي مبصر وميت أعمى. طيب، إيه مقياس الحياة؟ استمع إلى هذا الحديث الجميل جدا الذي يضع لك المعيار. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح الصباح، يعني لما يأتي كده الشروق في النهار، كان يقول هذا الدعاء، يقول: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم بك نحيا، وبك نموت. لا حياة لهذا القلب إلا بالله تبارك وتعالى. الله عز وجل خلق كل عضو في هذا الجسد لوظيفة، فإذا تعطل هذا العضو عن وظيفته، لما العضو ده ما يعملش الدور اللي ربنا كلفه به، يبقى اسمه إيه؟ اسمه ميت. تخيل مثلا واحد عافى الله جميع المسلمين، إيده مشلولة، تبقى اسمها إيه؟ ميتة. ليه؟ ما لا تفعل شيء، خلاص معطلة عن وظيفتها. نفس الكلام، القلب ده عضو، الله عز وجل خلقه لوظيفة. إيه وظيفة القلب؟ وظيفة القلب الحقيقية أن يعرف الحق ويعمل به. احفظ دي كويس جدا جدا. الله تعالى لماذا أعطاك قلبا وأعطى الناس قلوبا؟ ليه؟ حتى يعرفوا الحق، وأول هذا الحق الله. فإذا أدرك القلب رب العالمين دبت فيه الحياة، وعندما يضل القلب عن الله عز وجل فهو قلب ميت. فلا حياة للقلب إلا أن يعرف ربه ويوحده ولا يشرك به شيئا. حياة هذا القلب تبدأ إمتى؟ بالإيمان بالله عز وجل، أن يوقن العبد بقلبه إن في رب لهذا الكون هو الله عز وجل، فلا يخضع إلا له، ولا يسجد إلا له، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يحب إلا هو، ولا يرجو إلا هو، ولا يخشى إلا هو. حينئذ تدب الحياة في هذا القلب. قصة بدأت إزاي يا أخوانا؟ كيف ماتت قلوب الخلق؟ إزاي الناس الكفرة دول ماتت قلوبهم؟ اعلم، اعلم أن الله تعالى سوى بين جميع الخلق في أعطية القلب. يعني ما فيش واحد نزل على الأرض دي ملوش قلب، لا والله، كل واحد، كل بني آدم جه في الدنيا دي الله تعالى وهبه قلبا على الفطرة، قلب مؤهل، مؤهل إنه لو ترك يعرف ربنا سبحانه وتعالى ويوحده لو ترك. عشان كده قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود، كل مولود تشمل أي مولود من الإنس، يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، يعني يخلوه يهودي، أو ينصرانه يخلوه نصراني،
أو يمجسانه. شوف بقى، ثم قال بعدها، قال كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني لما أعزكم الله البهيمة بتلد مولود، بتلاقيه ناقص، الأصل بتلاقيه كامل. كذلك كل الخلق أعطوا. الله تبارك وتعالى يقول وهو الذي أنشأ، اسمع كده، وهو الذي أنشأ لكم، إيه يا رب؟ السمع والأبصار والأفئدة. اشمعنى الثلاثة دول بالذات؟ السمع والأبصار والأفئدة، لأن هم دول منافذ الوصول إلى الحق. الإنسان لا يصل إلى الحق إلا بهذه الثلاث. كل الخلق أعطوا ذلك، ما سبهمش كده، لا، أنزل إليهم كتب وأرسل إليهم رسل وبيّن لهم من هو الرب الحقيقي، وبيّن لهم أن كل من على هذه الأرض ممن ادعى الربوبية والألوهية، كل هذه أسماء سماها الناس ظن يتبعون إلا الظن، بيّن لهم ذلك. فماذا فعل الناس؟ للأسف الشديد عموا عن الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل في قوم نوح أنهم كانوا قوما عمين. قال ابن عباس عموا عن معرفة الله عز وجل. الناس كلها خلقت على الفطرة، ربنا جعل لهم قلوب، لكن ماذا فعل الناس؟ ماذا فعل الناس للأسف الشديد؟ اسمع هذا الحديث الإلهي الجليل، صحيح مسلم، قال الله تبارك وتعالى وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، يعني على الحنيفية، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. طيب لما ربنا بعت الرسل وأنزل الكتب وبين الطريق، انقسم الناس إلى قسمين. لما القسم الأولاني لما جالوا الرسول، لما جالوا الكتاب من عند ربنا سبحانه وتعالى، أقبل على الله عز وجل. فلما أقبل الله تعالى هداه وألقى في قلبه النور، وألقى في قلبه الحياة، وألقى في قلبه الهدى، الله عز وجل. أما الآخر كما قال عز وجل وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. سيدنا عمر بن الخطاب وأبو جهل، الاتنين شافوا النبي صلى الله عليه وسلم، والاتنين سمعوا آيات القرآن، ده قعد 5 سنين ثم أقبل على الله، فربنا ألقى في قلبه الحياة فأصبح حي، أو من كان ميتا فأحييناه. إذن الحياة تبدأ من الإيمان، وعلى قدر الإيمان في قلب العبد يكون حظه من الحياة. احفظ دي، إحنا حياتنا، حياة قلوبنا مش متساوية، في تفاوت كبير جدا في الحياة بين حياتي وحياة غيري. كل هؤلاء الذين آمنوا، الكافر ميت، طب والمؤمن حي، والحياة متفضلة على حسب إيه؟ على حسب الإيمان الذي في القلوب. عشان كده يبدأ الإيمان بالذرة. يوم القيامة ربنا عز وجل يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. في ناس إيمانهم في القلب ذرة، أو حياته على قدر الذرة دي، وفي ناس تانية إيمانهم كالجبال سبحان الله، حياتهم على ذلك. إيه بقى اللي بيؤثر على الحياة دي وإيه اللي بيضعفها؟ الإيمان بالله تبارك وتعالى، ثم الاستجابة لأوامره. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن لا حياة لك إلا بالله، حياتك بالاستجابة لأوامره، فعلى قدر حظك من الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم تكون إنسانا حيا، وعلى قدر بعد العبد عن الله تبارك وتعالى وعن الاستجابة لأوامره يكون قد أدرك حظا من الموت. اللهم أحي قلوبنا بذكرك. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسألوا قلبي فقلبي ذاب في حبك ربي، اسألوا قلبي فقلبي ذاب في حبك ربي، إن في جوفي كتاب صنني من كل كرب، إن في جوفي كتاب.